إذا ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الدكتور أحمد سعد، أخصائي أمراض البطن العامة. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك في صباح جديد على القاهرة الإخبارية. حدثنا بشكل أكثر تفصيل عن كيفية تقوية الجهاز المناعي خصوصا في فصل الشتاء والأمراض المرتبطة به. أهلا بحضراتكم وأهلا بالسادة المشاهدين. أكيد إحنا قبل ما نفكر في تقوية الجهاز المناعة إحنا برضو نبقى فيه شيء مهم جدا، هو الوقاية. الوقاية إن في الفترة دي بيبقى فيه انتشار كبير جدا لمجموعة كبيرة من الفيروسات والبكتيريا اللي بتسبب أعراض تنفسية أو أعراض يعني اللي هي بنقول عليه نزلات البرد والنزلات الشعبية والحاجات دي. فأهم حاجة في الأوقات اللي زي كده إن إحنا نبعد عن أي حد ممكن يكون مريض أو المريض يحاول يعزل نفسه لمجموعة كبيرة قوي من الفيروسات والبكتيريا زي ما قلت لحضراتكم. الحاجة التانية طبعا هي إزاي نخلي مناعتنا يعني في مستوى معقول. طبعا نتكلم الأول عن الناس اللي عندهم مشاكل صحية مزمنة زي السكر وأمراض الروماتيزم والحاجات اللي زي كده، لازم يبقوا تحت عناية طبية مستمرة، ما يهملوش في السكر والضغط والروماتيزم والحاجات دي، لأن ده بيأثر على جهاز المناعة وبيأثر بالتالي على قدرتهم على المقاومة. بالنسبة للغذاء، أكيد الغذاء المتوازن، القليل السكريات، يكون في قدر يعني معقول من الخضروات والفاكهة الطازجة مش المطبوخة فقط. المطبوخة بتفقد جزء كبير من الفيتامينز أو المعادن اللي فيها، بتبقى مش بتمتص بالشكل المعقول يعني. وبالتالي دي معلومة مهمة. الحمضيات مهمة جدا زي ما اتقال في التقرير، لكن في بعض الحالات الحمضيات بتبقى ممنوعة، زي مثلا بعض المرضى اللي عندهم مشاكل في المعدة او اللي عنده التهاب شديد في الحلق، يعني ممنوع ان هو ياخد ليمون او حاجة زي كده، لان الحمض طيب بتاعه قوي جدا ممكن يعمل. لو اتكلمنا مع حضرتك عن العادات الغذائية الغير صحية اللي هي ممكن تكون بتضر جهاز المناعة والإنسان مش عارف، وكمان بتجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات. الغذاء غير متوازن، يعني طول ما في سكر عالي أو سكريات عالية بناخد سكريات، والسكريات ده مش معناه سكر أبيض فقط، هو داخل فيه الخبز الأبيض وداخل فيه النشويات النشويات بالظبط كده، لان كل ده بيترجم لسكر. طول ما السكر عالي الى حد ما المناعه ما بتبقاش شغاله بكفاءه. حاجه ثانيه، الاطعمه، الخضار والفاكهه زي ما قلت لحضراتكم الطازجه، يعني بنعمل سلطه، نعمل فروت سلطه، نعمل عصاير في المنزل، ان عصاير اللي من بره بتبقى مطبوخه تقريبا ما فيهاش فيتامينز. دي حاجات مهمه. الدهون القليله، احنا لسه كنا بنتكلم عن المندي، الدهون القليلة، يعني كل شيء معقول. احنا محتاجين الدهون ومحتاجين الكوليسترول. يعني المندي تقيل ولا خفيف يا دكتور؟ حسب هتاكل قد ايه ومطبوخ ازاي. هو المندي طريقة طهي اصلا، يعني طريقة اعداد. طبعا، يعني لو دخلنا في زيت وتحط على النار وبيتغير من صورة لصورة ده مضر. اللحوم والشحوم الطبيعية بكميات معقولة محتاجينها، لان الهرمونات كلها بتتكون من الكوليسترول اصلا، فدي مهمة جدا. طيب دكتور، لو اتكلمنا بالتحديد على نقص فيتامين دي، وخاصة انه في فصل الشتاء في كتير جدا من الناس بتتعرض بشكل قليل جدا للشمس، وده بيؤثر ايضا على نقص فيتامين دي، وده طبعا ليه علاقة بالمناعة. الى اي مدى نقص فيتامين دي بالتحديد بيؤثر على جهاز المناعة؟ اكيد دي نقطة مهمة جدا، وانا لسه كنت هتكلم فيها. فيتامين دي من الفيتامينات الأساسية لتنشيط جهاز المناعة. الغريب، يعني أنا من خلال عملي كطبيب، الغريب إن في ناس كتيرة جدا من الدول العربية اللي إحنا عندنا شمس أصلا عندهم نقص في فيتامين دي شديد جدا. ودي بتبقى بسبب إن الجو بيبقى حر، فما بيتعرضش في الأوقات اللي إحنا محتاجين ان احنا نتعرض لفيتامين دي من او ناخد نحول فيتامين دي 2 لفيتامين دي 3 عن طريق اشعه الشمس. الوقت اللي احنا محتاجين نبقى فيه ده ما بيبقاش الشخص بره، لان الجو حار. فيتامين دي مهم جدا. فيتامين دي 3 مش موجود في الاكل، موجود فقط في الجسم، بيتم تحويلات كيميائيه من فيتامين دي 2 لفيتامين دي 3 عن طريق الشمس.
فبالتالي يعني انصح الناس لو في حد يقدر او بيتعرض لمشاكل متتاليه يشوف الليفل بتاع الفيتامين دي ويبدا نعم. ياخد جرعات فيتامين دي 3 الاكتف جاهزه علشان تقوي المناعه وحتى بتاثر على جميع هرمونات الجسم وجميع وظائف الجسم. نعم انا بشكر حضرتك جدا. شكرا لك يا دكتور احمد سعد اخصائي امراض البطنه العامه، حدثنا طبعا عن موضوع تقويه المناعه لدينا. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.